تفضل ستار. تفضل تفضل. هو سمعت الاخوان خاطر ما عطيتنيش الكلمه في خصوص باش نفسر شنو حسب وجهه نظري السبب نتاع النجاح نتاع الترجي. هو نجاح الترجي مش وليد اللحظه، هو تاريخ كامل ملي تاسس الترجي واحنا راجعين. ثم خاصيات موجوده في الترجي اللي كانت موجوده في فرق واحده اخرى ومن بعد اندثرت ومشيت على روحها. اولا الشخصيات اللي شدت الترجي كل واحده ساهمت من بقعتها، وكل شخصيه بنيت على اللي سبقها الى اخر مطاف وين وصل سي حمدي. كي وصل سي حمدي اخذ جمعيه واعطى فيها نفس جديد كما قال الاستاذ، ردها تقريبا تعمل كيف المؤسسه، معناها يعني بعباره اخرى صار تقسيم في وسط الترجي وحوكمه رشيده انه كل واحد لاهي بحاجه وحتى حد ما يتلهى بحاجه اخرى. صحيح قال سي المنجي تواتي مشاكل احنا في الترجي، لكن المشاكل نعرفوا كيفاش نتصرفوا فيهم. في ساعه تلموها بخلاف اللي لموها. مادام انت كي تبدا عندك كفاءات داخل الهيئه المديره نتاع الترجي، مادام عندك كفاءه معناها هي اللي باش تلقى لك الحل للمشكل. وكي باش نتقابلوا مع بعضنا ما عندناش كلام فوق الطاوله وكلام تحت الطاوله. نتكلموا كلنا بكامل شفافيه. في عده حالات نتنرفزوا في وسط الاجتماعات نتاعنا، لكن نتنرفزوا فيش المصلحة الترجي. وحتى حد من الهيئه المديره اللي موجوده حاليا ما يبخل قطره عرق على الترجي. معناها سي البارودي انت جبت قبيله تحدثت على المجهودات نتاع الترجي في خاصه في الظرف هذايا نتاع الكورونا. صحيح النسبه نتاع، نجاوبك انت سي صالح، انت قبيله تسالت على المداخيل نتاع التساكر وليزابونمون. احنا نسبه المداخيل نتاع التساكر وليزابونمون ما يعادل 13% من البيدجي نتاع الترجي، ماهيش نسبه صغيره، نسبه هامه. عالجنا الامر في الفتره هذه بطرق واحده اخرى. ماذا بينا احنا في وسط الترجي نجيبوا كما تقول جوارات من كريستيانو رونالدو وميسي، لكن كل واحد يمشي على قد صباته. انا الترجي كي قاعدين نسيروا فيها مش لليوم برك، نسيروا فيها الغدوه والبعد غدوه. انت كي باش تجيب ملاعب كبير وباش تعطيه قيمه نتاع كونتراتو كبيره ياسر، يا اخي ما عندك انت فيستير يلزمك تحافظ عليه. يا اخي الجوارات الاخرين اللي عندك في الفيستير شو باش تعمل لهم؟ باش يقعدوا رايفين؟ يلزم نمشيو على قدر الامكانيات نتاعنا، نعملوا في مجهود باش نجيبوا احسن ملاعبيه على قد الامكانيات نتاعنا. ديما نرجع على قد الامكانيات نتاعنا، والتاريخ وضح انه بالامكانيات اللي نقولوا ضعيفه بارابور للاهلي المنافس المباشر، بارابور للزمالك المنافس الثاني، وبارابور لتي بي مازنبي هما المساهمين الثلاثه معانا وسان داونز في درجه رابعه. احنا بالامكانيات اللي اضعف منهم قاعدين نتحصلوا على القاب، باش بحسن الحوكمه باختيارات على حسب الامكانيات نتاعنا. ديما نعاود نرجع ونقول على حسب الامكانيات نتاعنا. انا يجيوني ويسالوني هيا فماشي اتاكون باهي، فماشي ان منور دو جو باهي، لتو ما لقيته. يا اخي بالك شي ترجي وحده تحوس في العالم، كيما ترجي الاخرين قاعدين يتبعوا. لكن احنا نمشيو للحاجيات اللي حاجتنا بها وعلى حسب الامكانيات اللي متوفره، واللي نعرفوا المداخيل نتاعنا احنا في المده المتقدمه قداش باش تكون، دونك يلزمنا نعرفوا كيفاش باش نجابوا المصاريف.